شنو شي داك اللي عارف نقيو خيرات الله. ايه اللي طريات فيها تصغير ولا هذا مش ديالها فرنا فرنا سيري مو انسي ديما ما عندك كيف ديك تصورنا جبتك بعد واش دير بارك الله عليكم اخوتي المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم كي بقيتو اموركم هانيه كلشي بخير ايوا نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده يا ربي انتم اخوتي انتم دار الفول مجني من خيرات الله ربي فيها كل خير لا اخوتي لا خيرات الله خيرات ديال مولانا دابا حنا كنعزلو منو ديال توفار وداك اللي هكا عامر غنعنع الصوب ديال طياب ديال تشارميل هكا كتشارملي ولا كديرو معاه طيبوه بالمرقة مع اللحم ولا هانتوما خوتي الله تا خيرات مولانا الحمد لله والشكر لله كوني جبتي شي موسو لا خلي دابا نصور انتي يا في الصين انتي في الصين وانا دابا نشقو هادي مقادي والو هادي كنقاد الربح الاولى الغريبه انتي والو كلشي كاع ما تربيه شوفي شوفي شنو جاي شتي بلي بدي باسو دير ساكورا باسو كرتير شاكيني من هنا كتشي هذاك راه عازله 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 ديال تلحاس هذا راني عازله ديال التوفار ها لي عاصي والو تبارك الله عامر بزاف ما حسبتني باقي ما ندير شو قلت بقى عاد منور وشتا خاصو لا كاين دابا كاين لي واجد وكاين لي تزرع وقيلا في التيرين هو لي هما لي طاحت علي ديك الشتا اللولى تبارك الله بزاف ما كاين شو بيت التليفون كي كديري لا لقيتك مصوره شي تصويره على الوجه ستار غزال المشاهدين العزاز الغاليين الفول خضر كل يجي الفول خضر راه كتاكل هي كتدير لنا الفيديو خاده ما كتاكل فوالا وجه الفول اللي كيكون هذا كامل هذا كيكون حلو على اللي كتحيديه من بلاص وبليد هذا كله غديروه غنديرو منه التوفار وش غنفصو ونديو منه معانا ان شاء الله
نحل معهم شي وحده. ها شوفي في كتبقاي زعزع يعني ديك ما زعزعش الصيد ديك العيبه مع الفيديو باش ما يجيش زعزع. ايوا هي دابا راه نطلعو تاعنا راهو دابا بدو ها هو الفول ديالنا كنفوروه ان شاء الله نغسلناه وقربناه ورديناه يفور ان شاء الله باذن الله. وهذا كما شفتوه هو نقيناه هذا اخوتي غادي نشقوه ونديروا له هكا نص صفيره وكديري في الفريكو كيبقى غزال ملي كديري غير نص صفيره هكا ماشي فور كاع بحال يطلع فيه ديك البخار وصافي تحيديه وديري في الفريكو كيبقى بحال اللي ملي كتجبديه كيبقى بحال اللي عاد جنيتيه دابا. وهذا كما كتشوفوا ها هو اختي ها هو درتو يفور حل جقلو اولا كل واحد شنو كيقول له. وهذا هو اخوتي تابعوا لا فيديو مازال كاين ما يتشاف تابعوا اخوتي لا فيديو حتى الاخر مازال ان شاء الله كاين ما يتشاف هذا الفيديو. هذا هو اخوتي تابعونا وديروا لنا لايك واشتراك ومشاهدتكم بالفيديو واللي دخل عندنا مرحبا به والقدام والجداد كلكم مرحبا بكم مئة ألف مرحبا. خلونا الكومنتيرات ديالكم زوينين قولوا لنا كي جاكم هذا الشيء. ايوا هو هذا خوتي خليكم معايا ما تمشيو فين انتم اخوتي. هذه هي البيتزا ديالنا اللي درنا شركناها معاكم اخوتي وغادي نديروها ان شاء الله برا في الفران ديال العواد يعني الفران البلدي وغتابعوني عليها ان شاء الله. وخليكم معايا اخوتي دابا غادي نخرجها الفران ان شاء الله صافا ما يتقلب ليش اخوتي هاد التفصيل. هانتوما هانتوما اخوتي على جوكين في العربيه غزال تبارك الله ما شاء الله. هانتوما اخوتي انتما تابعوني اخوتي على هذا الفيديو ما تنساونيش من اللايك والكومنتيرات ديالكم زوينين وتلقى كي ندير بعدا نحل. هاين حلو حيدو راني خارجه غدا انتما اخوتي هيبة انتوما العربية كي دايرة تبارك الله غزالة الدنيا يا خوتي والله الى القلب كيتفتح كتهني من انتوما خوتي انتوما شوفوا على جو كي داير وعلى هكا هيبة دوزي من هكا دوزي هكا هانتوما ها الفران ديالنا نغطيوه هانتوما حنا غطيناه شوفوا تبارك الله العام الزيتون تبارك الله ما شاء الله
داير الزيتون هاد العام غادي يجي تبارك الله، الله يكمل، اللهم بارك وزيد في ذلك. الزيتون هاد العام، العام الاول ما كانش، هاد العام ان شاء الله يعني الزيتون تبارك الله ما شاء الله. شوفوا اخوتي، شوفوا على الجوف العروبيه، كل شيء اخوتي هنا موجود، الحمد لله. اللي عنده واكل واللي ما عندوش واكل، الحمد لله. ها ماشي اخوتي بحال بحال المدينه. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله ما كان عندك، لا خلى واحد السيد قال لك كريت بات، كريت بات شري تاكل، كريت بات شري تاكل. يعني المدينه ما فيهاش يقولوا داك انتم على شغل. الزيتون تبارك الله، هذا الفريرين ديالنا تبارك الله، كيجي الخبز فيه ما شاء الله، لمزيناتها. سمحوا لنا خوتي، كان شي يكون في الخبز ديال برا، بصحتكم وبصحتنا وبصحة الجميع، كله خير في دارو. كنشاركوا معاكم اخوتي اليوميات ديالنا. شوفوا هذه الكرمه تبارك الله، انتما هذاك الفريريج البارح قالت لي الوالده ندبحوه، قلت لها خليه مسكين دابا دبحيش. شوفوا تبارك الله الزيتون، ها انتم اخوتي، ها انتم، هانتوما شوفوا فريري، شوفوا هانتوما الله على هاد التفصيل ديالنا. شوفوا خوتي راه اي طيب، الرمات سخون تبارك الله، طيب الوالده الخبز حاجه البلديه ما كاينش بحالها والله. انت مخوتي شوف سخونية كت ديك سخونية كترجع بالضبابة.